في نطاق التكوين المهني المستمر نعملوا دي معنا تكوين سو فورم تاع نسميه ماستر كلاس. حبينا نخرجوا من المناطق اللي كنا ديما نعمل فيها التكوين هذا وننفتحوا على المدن الاخرى. اليوم قررنا باش نكونوا في القاهره وين مده التكوين هذه تدوم نهارين نعم السبت ونهار الاحد وستشفع بتسليم شهادات في الغرض هذا. اخترنا اليوم موضوع مهم ياسر اللي هو امراض الكلى. معنى مرض الكلى وقت يبدو حدا عنده القصور الكلوي والا عنده الكلى هو مريض بالسكر والا مرض الكلى هو مريض بارتفاع ضغط الدم وتاثير الادويه ساعات ياخذهم الناس حتى متلقى نفسهم على الكلى وهذوم ساعات يسببون في بعض المشاكل. لذلك عملنا في الاطباء الخط الاول هذا التكوين باش نكونوا ديما قراب من المرضى ونوجهوا للمرضى متاعنا عند الحاجه الى طب الاختصاص. الحياه فهم الاذاعه الاولى للصحه في تونس.